أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس تفسير سورة الأنفال، ومع الآية 49 وهي قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، لا شك أن سورة البقرة افتتحت بالحديث عن الأصناف الثلاثة، عن المؤمنين وعن الكافرين وعن المنافقين. والملاحظة الشمولية أن المؤمن واضح على نيته كسريرته، ظاهره كباطنه، ما يقوله تعبير عما في نفسه، والله عز وجل وصفهم بآيتين أو ثلاثة، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني صدق حين أخبره الله بكتابه الكريم أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، صدق الله وعمل للجنة. هذا موقف يحتاج إلى بطولة. على الشبكية في شهوات محسوسة، في قصر فخم، في سيارة فارهة، في طعام طيب، لم يعبأ بما على الشبكية، ولكن عمل لما أخبره الله به من حياة أبدية. أخبر الله عباده المؤمنين فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. لذلك هذا المؤمن صدق ربه، لأن الكون كله يشهد لله بعظمته. والبطولة أن المؤمن بدأ من التفكر في خلق السماوات والأرض، رأى كوناً ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله، رأى من خلال الكون حكمة الله، رأى رحمة الله، رأى علم الله، هذا كله رآه. فلذلك لما قرأ القرآن من خلال وقوع الوعد والوعيد ومن خلال إعجازه صدق أن هذا الكلام كلامه، وأن الذي جاء بهذا الكلام رسوله. شوف التسلسل، الأصل هو الكون، فكر في كون ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله، وأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فتعرف إلى الله من خلال الكون، ثم قرأ كتاباً فإذا فيه معجزات، أو إن صح التعبير إعجاز، ففيه إشارات كثيرة إلى حقائق علمية لم تكن معروفة إطلاقاً وقت نزول الوحي، عرفت بعد مئات السنين أو بعد 1400 عام. فالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله، وعلى أن الذي خلق الأكوان
هو الذي أنزل هذا القرآن، فلذلك آمن بالقرآن كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، ثم آمن بأن الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله. الآن انتهى دور العقل، بالعقل آمن أن لهذا الكون إلهاً عظيماً رحيماً قوياً حكيماً غنياً موجوداً واحداً كاملاً صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لما آمن بالله عز وجل من خلال هذا الكون، الآن رأى أمامه كتاب يقال إنه كلام الله، قرأ في الكتاب فإذا كل شيء وعد الله به يتحقق، وإذا كل شيء يتوعد الله به يتحقق. وقوع الوعد والوعيد أحد أكبر الأدلة على أن هذا الكتاب كلام الله. ثم هناك الإعجاز العلمي، فآمن بالقرآن على أنه كلام الله، والذي جاء به هو رسول الله. يعني مما يشهد للنبي أنه نبي هذا القرآن. الآن انتهى دور العقل، جاء دور النقل. القرآن أخبرك أن هناك حياة أبدية لا تنتهي، القرآن أخبرك أن هناك حساباً دقيقاً، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الآن القرآن أخبر عن أشياء غيبية، لذلك كنت أقول لكم دائماً هناك دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها كالميكروسكوب والتيليسكوب. هناك أشياء حسية ملموسة، شيء تمسكه تحمله تمتحن نعومته بحواسك الخمس، تراه حجماً وشكلاً ولوناً، تحمله تدرك وزنه. هناك أشياء حسية ظهرت عينها وظهرت آثارها، فأداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها. هذه لا تعنينا كثيراً، واضحة لنا. لكن هناك أشياء شوف غابت عينها بقيت آثارها. هذه الأشياء كالكهرباء مثلاً، نحن لا نرى الكهرباء لكن نرى مصباح متألق، نرى صوت يكبر، نرى مروحة تدور، نرى ثلاجة تبرد، نرى سخان يسخن، هذه كلها آثار الكهرباء. فالشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره دليل الإيمان به العقل. العقل مختص بموضوع غابت عينه بقيت آثاره، لذلك أعظم موضوع الإيمان بالله. الذات الإلهية لا نراها بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لكن كل هذا الكون أثر من آثار الله عز وجل. ترى في الكون رحمته، ترى الطفل الصغير، ترى الكائنات كيف تتنامى، ترى النباتات، ترى الحيوانات، ترى الأطيار، ترى الأسماك، ترى البحار، ترى السماوات والأرض، ترى الكاظارات، الكواكب، المجرات، هذا كله تراه. ففي الكون دقيق مظهر لأسماء الله الحسنى، والكون تجسيد لهذه الأسماء، لكن يحتاج إلى عقل. العقل أساسه يرى شيئاً مادياً محسوساً ملموساً، له وزن، له طول، له عرض، له ارتفاع، له مسافة، له لون، له صوت، له رائحة، له ملمس، يحكم على صانعه.
العقل دوره أنه يعرف الخالق من الخلق، يعرف المسير من التسير، يعرف الحكيم من الحكمة، يعرف القدير من القدرة، يعرف القوة من القوي. هذا مجال العقل. بعد أن يؤمن الإنسان من خلال عقله بوجود الله ووحدانيته وكماله، والمقولة الشهيرة الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، بل والبعرة تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ الآن بعد أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلى، وأن تؤمن بقدرته ورحمته وحكمته وعلمه وغناه، الآن تؤمن بكلامه من خلال أقوى دليلين: وقوع الوعد والوعيد. للتقريب، رأيت في البحر باخرة عملاقة، الآن في بواخر حمولتها تزيد عن مليون طن، مدينة تتحرك، حاملات الطائرات مدينة، 100 طائرة تطير من هذه الحاملة وتعود إليها، فيها 5000 إنسان، غرف، ملاعب، مطابخ، مدينة تمشي. لو رأيت حامل الطائرات تمخر عباب البحر مبتعدة عن الميناء، وادعى واحد أنه قائدها، ما الدليل؟ قال لك: سأعطيها أمر أن ترجع. أعطاها أمر أمامك أن ترجع، فهذه المدينة العملاقة رجعت إلى الميناء. كلام صادق؟ طبعاً صادق. أقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعيد. يعني مثلاً الحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن مصداق لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة التي يحياها المؤمن هي مصداق لقوله تعالى لهذه الآية، معنى ذلك الحياة الطيبة بيد الله. ولأن الله أخبرنا أنه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ويعيش حياة طيبة، هذا أقوى دليل على أن القرآن كلام الله. بيجي إنسان قوي جداً وغني جداً، معيشته ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك التي يحياها الكافر البعيد عن الله المعرض عن ذكر الله هي مصداق قوله تعالى. فأقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعيد، وأقوى دليل الإعجاز العلمي. فأنت حينما تؤمن بالله واحداً موجوداً واحداً كاملاً، وتؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، من لوازم هذا الإيمان أن الذي جاء بهذا القرآن هو قطعاً رسول الله، فآمنت به، انتهى دور العقل، جاء دور النقل. النقل أخبرك الله أن هناك داراً آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخبرك الله أن هناك حساباً دقيقاً يأتي على القاضي العدل ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة، في حساب دقيق. أخبرك القرآن أن هناك نار جهنم
لا يموت فيها الكافر ولا يحيى. كل شيء أخبرك الله به. الآن هذا المصدر الثالث في الدين، هناك محسوسات أداة اليقين بها الحواس الخمس، هناك معقولات أداة اليقين بها العقل، هناك إخباريات أداة اليقين بها الخبر الصادق. كل هذا الكلام من أجل أن نعلم ما معنى يؤمنون بالغيب. المؤمن آمن بالغيب، آمن بشيء لا يراه، لكن كل شيء يدل عليه. يعني رأى دخان، قال لا دخان بلا نار، ما رأى النار، رأى الدخان، فالدخان ليس ناراً، لكن من آثار النار، رأى أثر النار ولم يرى النار. لذلك هؤلاء المؤمنون بطولتهم أكبر سبب دعاهم إلى طاعة الله أنهم آمنوا بالغيب، آمنوا بما أخبرهم الله به، هناك حياة أبدية. هذا الإيمان بالغيب يقتضي أن يتقوا معصية الله، هذا الإيمان بالغيب يقتضي العمل الصالح. لذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دقيق، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، أعطى واتقى لأنه صدق بالحسنى. الرد الإلهي فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة، آمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. هذا التصنيف القرآني لبني البشر، إنسان صدق أنه مخلوق للجنة فآمن بالغيب واتقى أن يعصي الله لأنه صدق بالجنة وبنى حياته على العطاء، وإنسان آخر كذب بالحسنى، ما صدق بالآخرة، قال كلام فارغ، الدنيا هي الجنة وهي النار والغني في جنة، فكذب بالحسنى واستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. هذان الصنفان من بني البشر، ولا تجد والله أعلم صنفا ثالثا. لذلك هؤلاء المؤمنون آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم آمنوا بوحدة الدعوة إلى الله، آمنوا بالأنبياء السابقين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح نجاح في الدنيا والآخرة معاً، النجاح في الدنيا وحدها يسمى نجاحاً، إنسان يحمل أعلى شهادة في الجامعة، إنسان يملك أكبر ثروة في الأرض، النجاح في الدنيا يعد نجاحاً لكن لا يعد فلاحاً. أما الفلاح أن تنجح في الدنيا والآخرة، أن تنجح في تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله، هذا أول صف. المؤمن واضح، يعمل للآخرة، يخاف الله وحده، لا يخشى غير الله، يحاسب نفسه حساباً دقيقاً جداً، يحاسب نفسه على نظرة لا ترضي الله، على كلمة تفوه بها خطأً، يحاسب نفسه على تمرة، رأى النبي تمرة على السرير فاشتهاها، قال يا عائشة لولا أنني أخشى أنها من تمر صدقة لأكلتها، ظن أنه جاء طبق من التمر صدقة وقعت منه، قال لولا أنني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، صار ورع، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واضحين، المؤمن واضح، آمن بالله وبنى كل حياته على الإيمان بالله، بنى كسب ماله، بيركل بقدم ملايين مملينة لأنها لا ترضي الله، بيقبل بدخل محدود من طريق المشروع يرضي الله.
يبحث عن زوجة مؤمنة صالحة، يتمنى أن تكون جميلة إضافة إلى صلاحها، لكن لو جاءته جميلة ليس فيها دين يرفضه. بنى حياته، بنى عمله، بنى زواجه، اختار عمل ينفع المسلمين، في عمل يبنى على ابتزاز أموال الناس أو على إلقاء الرعب في قلوبهم، لو كان دخله فلكي يرفضه. المؤمن مرتبة عالية جداً، مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة فكرية، مرتبة جمالية. لذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مؤمن واضح، واضح جداً، له منظومة قيم ومبادئ ومنطلقات وأنماط سلوك ثابتة. هذا أول صنف، ومع الأسف الشديد والكافر واضح جداً. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألغى من حياته الدين. مرة حدثت مندوب شركة من هولندا هيك شيء عن الدين، قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني إطلاقاً ولا أهتم بها ولا ألقي لها بالاً إطلاقاً، أنا لا يعنيني إلا امرأة جميلة ومركبة فارية ومنزل كبير بس. واضح، الكافر واضح، له ميزة إنه واضح، ما بتنغش فيه أبداً، واضح. الدين ألغاه من حياته، كالأجانب ألغوا الدين من حياتهم كلياً واستمتعوا بالدنيا من أعلى درجة، أتقنوها، أتقنوها إتقان مذهل، لما أتقنوها ملكوها، ملكوا الدنيا، أتقنوا الدنيا وآمنوا بها واكتفوا بها ولم يعبأوا بالآخرة. أخواننا الكرام، المؤمن واضح، آمن بالله وباليوم الآخر وجعل كل حركاته ونشاطاته وفق منهج الله وسعى للدار الآخرة، لكن المحسوسات لم يعبأ بها، آمن بالمغيبات، آمن بجنة عرضها السماوات والأرض يسعى إليها. من الذي وعده بها؟ خالق السماوات والأرض، الذي وعده بها خالق هذا الكون. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثاً، بمنتهى العقل، بمنتهى الذكاء، بمنتهى الفلاح، بمنتهى الفوز، آمن بالآخرة. لكن الله ما منعه أن يأكل، يأكل ويشرب ويتزوج وينجب ويعمل. أقسم لكم بالله، بل إن استمتاع المؤمن في الدنيا لأنها من طريق مشروع ولأنها وفق منهج الله ولأن العلاقة مع الله نامية جداً، يسعد بالدنيا أيما سعادة، حتى إن بعض الملوك اسمه إبراهيم بن الأدهم مدفون في جبلة، كان ملكاً ثم ترك الملك وأصبح عارفاً بالله، فقال هذه الكلمة الرائعة: قال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. والله الذي لا إله إلا هو في بقلب المؤمن من الرضا، من الطمأنينة، من السكينة، من الأمن، من الحكمة، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. بيركل بقدمه مليار بيقبل بخمسة آلاف بالشهر، مو لأنه أحمق، لأنه ذكي جداً، لأنه ضمن الآخرة بهذه الطريقة. يعني أنا بخاف تتوهموا أنه بس بيصلي، لا لا، منطلقاته، فكره، مبادئه، قيمه، نظام حياته، زواجه، تربيته لأولاده، كل أعماله وفق الآخرة. نعم، واضح، وارتاح وريحنا. أما الكافر أيضاً واضح، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألغى الآخرة من حياته، ألغى الإيمان بالله كلياً. ختم الله على قلوبهم
هذا ختم يسموه تحصيل حاصل. هلأ هذه الأبواب المفتوحة، لو أن الباب الخارجي مغلق هي بحكم المغلقة، أليس كذلك؟ لو أردت أن تخرج الخارجي مغلق، ما قيمة هذه الأبواب؟ قال ختم الله على قلوبهم، المعنى لأن على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة هي حب الدنيا، حبه للدنيا جعله أعمى أصم، ولهم عذاب عظيم. انتهى وصف واضحين جداً. آيتين المؤمنون، خمس آيات الكفار، آيتين. ميزة الكافر واضح، الغرب واضح، ما في دين، مؤمن بالدنيا بالمال، المال هو كل شيء. مرة ذهب عالم من دمشق إلى أمريكا، جلس بحديقة، فجنبه شخص هو أسمر اللون هذا العالم، فسأله عن دينه، قال له أنا مسلم، قال له ما الإسلام؟ قال له أتحب أن أحدثك عنه خلال ساعة؟ قال له ممكن. فهذا عالم كبير وله تفسير دقيق جداً، فحدثوا عنه بخمسين دقيقة، فكان رد فعل هذا الإنسان أنه أخرج من جيبه $100، قال له أنا هذا إلهي أعبده من دون الله. واضح وضوح الشمس، يؤمن بالدنيا بالمال بالمتعة بالجمال بالرفاهية. كل أقوال السياسيين الغربيين تحدثوا عن الرفاه فقط، نجاحهم بالحياة أو نجاحهم بإدارة بلادهم يتعلق بتأمين الرفاه لشعبهم فقط، الرفاه مو الإيمان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المشكلة الكبيرة هذا الصنف الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. له ظاهر وله باطن، يتكلم بشيء لا يؤمن به، يقعد مع المؤمنين يظهر إيمانه المزور، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله عز وجل وصفهم بثلاث عشرة آية. إنه إنسان بحيرك، بيقعد مع المؤمنين بيعمل حاله مؤمن، بياخذ كل ميزاتهم، بيقعد مع الكفار يستهزئ بالمؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأنه أخذ ميزات المؤمنين في الدنيا واستمتع كما يستمتع الكافرون. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هؤلاء سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. المنافق في نص هذه الآيات كافر مبطن، المنافق كافر، ألا إن المنافقين هم الكافرون بآية، كافر وعذابه أشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ أردت بهذه المقدمة أن أبين لكم ما معنى قوله تعالى إذ يقول المنافقون. هلأ في حالة ثانية أنا ما بسميها نفاق، والذين في قلوبهم مرض. في إنسان إيمانه ضعيف، في عنده شبهات، هذه الشبهات كانت حجاباً بينه وبين المؤمنين. يقول لك ليش في حروب بالأرض مثلاً؟ لماذا هناك طفل يموت صغيراً؟ في عنده شبهات ما سأل عنها، فكانت هذه الشبهات حجاباً بينه وبين الله. لذلك أنا أقول لكم اللي في عنده سؤال خطير يسأل عنه،
لا يبقى بشك وبحيرة. أحياناً الشبهات تكون حجاباً بينك وبين الله. طيب الله يعلم أن الإنسان كافر، يعلم. طيب ليش خلقه مثلاً؟ طبعاً الشياطين عندهم خبز كبير جداً، يطرحوا عليك أسئلة تتوهم ما لها جواب، تتوهم هي لها جواب. فلذلك إذا إنسان تعثرت خطاه في السير إلى الله من خلال بعض الشبهات، ينبغي ألا ينام الليل حتى يبحث عن جواب لها. لا تقول أنا ما بسأل، إذا ما سألت ما لك قيمة عند الله عز وجل. اسأل، ولكل شبهة جواباً، لكل شبهة جواب. أيها الإخوة، إذ يقول المنافقون، تحدثنا عنهم، هذول الكفار الذين يمثلون، والذين في قلوبهم مرض. فالمرض يأتي إما من شبهة أو من شهوة. الآن في عنا عقبة أخرى غير الشبهة، الشهوة. أيام الإنسان تغلبه شبهة أو تغلبه شهوة. كلام دقيق. المريض في عالم الإيمان أسباب مرضه شبهة أو شهوة. لذلك قال تعالى: إذ يقول المنافقون، هؤلاء الكفار، الكفار الذين يمثلون دور المؤمنين، إذ يقول المنافقون، والدليل: ألا إن المنافقين هم الكافرون، هم في الدرك الأسفل من النار، والذين في قلوبهم مرض. المرض بسبب شبهة ليست واضحة عنده، يعني سمع درس أنه الإنسان مكتوب عليه كل شيء قبل أن يولد، منتهي الأمر. أي والله بينشأ عنده مشكلة. يعني إذا كان مدرسة، شوف، أول يوم بالعام الدراسي وقف المدير قال: سأتلو عليكم أسماء الناجحين في آخر العام وأسماء الراسبين، روحوا ادرسوا بقى. مين بقى بيدرس؟ فبنتهي الأمر. معناته في عند الناس بعض الشبهات، إما بالقضاء والقدر، أما باختلاف بتلاقي غني يكاد يموت من الغنى وفقير يكاد يموت من الجوع، بتلاقي غنى وفقر، في غني وفي فقير، وفي قوي وفي ضعيف، وفي صحيح وفي مريض، وفي فتاة جميلة جداً يتهافت عليها كبار الأغنياء، وفي فتاة مستوى شكلها أقل مما ينبغي، بتلاقيها تعاني ما تعاني. يا رب ما الحكمة؟ في شبهات، يعني اختلاف توزع الحظوظ في الأرض. شاءت حكمة الله يكون واحد منا غني واحد فقير، واحد وسيم جداً واحد دميم، واحد طويل العمر بيقول لك 98 واحد مات 18. في مئات الشبهات هذه تحول بين المؤمن ضعيف الإيمان وبين أن يسعى إلى الله. وفي شهوات كثيرة، المرأة أحد أكبر الشهوات. يعني في إنسان يعصي الله لا عن كفر لكن شهوته غلبته. هذا الإنسان اللي عنده شبهة حالت بينه وبين الاستقامة، أو عنده شهوة غلبته، هذا أنا طبعاً كما سماه الله هنا ليس منافقاً لكنه مريض ضعيف الإيمان. فالآية تقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. والله في آية: أيها الإخوة، قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. المؤمن على بينة، الأمور عنده واضحة جداً، الأمور كالشمس. والآن في هذا العصر اللون الرمادي اختفى، في مؤمن واضح الإيمان وفي كافر واضح الكفر، لأنه الإيمان ضعيف الآن، فما في نفاق. المنافقون قلة قليلة جداً، لا في داعي نافق.
العالم كله مع الكفر الآن قلما تجد منافقاً. ليش ينافق؟ يفطر جهاراً برمضان ويتحدث عن مغامراته في المعاصي والآثام، ما بيخاف. العالم كله الآن مع الكفر، الإيمان ضعيف جداً. فلذلك هؤلاء مرضى القلوب، إما بشبهات بالقضاء والقدر، بالخير والشر، بتوزع الحظوظ في الدنيا، أو بسبب شهوات غلبتهم. هؤلاء يقولون غر هؤلاء دينهم. قل إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، دقيق، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ غير المؤمن يقول لك كم دخلك؟ بقيمك كلك بدخلك فقط، ما في عنده شيء آخر. فإذا كان دخلك محدود وأنت أسعد الناس، ساكن ببيت صغير وعندك زوجة صالحة تحبها وتحبه، ولك هدف كبير تسعى إليه، أنت أسعد الناس. نحن بمقاييس الدنيا يتقيم الشخص بمتاعه فقط، وين ساكن؟ بحي متواضع، مساحة بيتك 60 متر، دخلك 3000 5000 بالشهر، هذا عند الغني لا شيء، صفر. قد يكون هذا الفقير قلامة ظفره، أقسم لكم بالله، تساوي أغنى أغنياء العالم. قلامة ظفره قد تكون حاجب مستقيم، وفي مدير عام غارق بالمعاصي والآثام وقبول الرشاوى والمال الحرام. هذا الحاجب الذي على بابه قلامة ظفره تعدل كل هؤلاء الأشخاص المنحرفين. فيما عند الله موازين، بطولتك أن تعرف موازين الله. لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمقاييس الدنيا اللي اشترى أرض قبل 10 سنوات والآن ضاعفت 300 ضعف، لك بيته بالجنة. أني جنة هي؟ ليش؟ تقدر تأكل غير وجبة طعام واحدة؟ أغنى أغنياء الأرض بيأكل وجبة طعام، بينام على سرير واحد، بيرتدي ثياب واحدة، في غير هيك يعني؟ الدنيا محدودة لها سقف. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، يعني مؤمن مطمئن، ما ليس ملاحقاً، ما له مرتكب غلط. لو طرق بابه ليلاً من الطارق؟ إذا واحد مطلوب وطرق بابه الساعة 2 بالليل بيموت من الخوف، ما له مطلوب، ما في عليه مذكرة بحث. آمناً في سربه، معافاً في جسمه. النبي استيقظ مرة قال الحمد لله الذي أذن لي بذكره وعافاني في بدني وأحياني بعد أن أماتني. فالمؤمن سعيد جداً. فلذلك النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يبتعد عن الله تصبح مقاييسه مادية. قال سيدنا علي قيمة المرء متاعه، قيمة المرء متاعه. فهؤلاء المنافقون والمرضى القلوب قال غر هؤلاء دينهم. ما عرف كيف يحيا المؤمن، ما عرف مشاعر الرضا التي أكرمه الله بها، ما عرف مشاعر اليقين، ما عرف الحكمة التي أكرمه الله بها، ما عرف الأمن الذي ينعم به. المؤمن من خلال صلاته المتقنة يتمتع بأمن وبحكمة وبسعادة وبسكينة وبحكمة بالغة، لأنه آمن بالله. لذلك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. مغرور، معنى مغرور توهم شيئاً أكبر من حجمه. المؤمن ما توهم أن الجنة أكبر، الجنة حقيقة أكبر، الجنة حقيقة أكبر. أما الكافر يتهمه أنه متوهم، يقول لك مو شايف شيء بالدنيا لسه، الله الله ومن بيته للجامع، مو عرفان هذا أسعد إنسان بالأرض، مو عرفان.
غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، لنا وقفة متأنية أيضاً مع هذه الآية. أنا لعلي أطلت في التقديم، أنه من هو المنافق؟ هو إنسان بين بين، المؤمن واضح والكافر واضح، والمؤمن التعامل معه سهل جداً، عنده منهج ماشي عليه، والكافر أوضح، قال لك أن الآخرة ألغيت من حياتي، مقياسه كله مادي. أما هذا الوضع الوسط، ما بتعرفه مؤمن، ما بتعرفه كافر، ما بتعرفه مع المؤمنين، ما بتعرفه مع الكافرين. هذا الوضع الخطير جداً، أسأل الله جل جلاله أن ينقذنا جميعاً من حال أهل النفاق، والحمد لله رب العالمين.